مرحبا، قبل ما تنبسطوا بالفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتكبسوا على زر الجرس. هلا هلا والله. هلا جهاد، كيف الحال؟ نبدا بالسؤال المعتاد عليه، بصراحة كيف حالك؟ تمام الحمد لله. بصراحة كثير يعني؟ هو برنامج صراحة صح؟ هو برنامج لازم تكون صريح. والله تمام الحمد لله، يعني أفضل من أول بكثير يعني. لو تسألني نفس السؤال هذا بال 2018 ما راح يكون يعني ما راح أكون تمام يعني. لما كنت ضايع أو مش عارف طريقي أو مش عارف وين أوصل وين أروح. بس هسه أفضل بكثير يعني، هسه صار عندي طريق واضح شوي يعني، مش كامل بس أوضح يعني. 2018 مو يعني فترة زمنية بعيدة. شو يعني كيف بتقول شو كان جهاد ولا جو في 2018؟ وين كان راحتك النفسية وكل هالأشياء؟ كنت متخوف كثير بال 2018 يعني، كنت فترة راح أنجح ولا ما راح أنجح، هل راح أوصل، راح أكمل ما راح أكمل، هل ممكن يوم من الأيام يعني فترة إنه ممكن أوقع بأي لحظة يعني، وما عندي أي حدا يسندني يعني لحالي. كنت داخل السوشيال ميديا، داخل من 2016 بس كثير تغير محتواي يعني، حتى وصلت 2018 مش عارف طريقي يعني إيش المحتوى اللي أنا بدي أكمله، وكانت ما بين طلوع ونزول يعني، فما كنتش عارف طريقي يعني. وكيف قدرت توصل لمرحلة أفضل؟ أعتقد 2019 كانت يعني التغيير الكامل، قعدت وحطيت استراتيجي يعني، حطيت إنه قاعدة إنه لازم أوصل لرقم معين، واخترت محتوى معين أستمر فيه حتى مهما كانت النتائج، لازم أكمل في هذا المحتوى لأني أنا بحب أعمله يعني، وطورت بحالي بشغلات كثير يعني. تحس بس أول شيء ليش اسم جو؟ ما تحس اسم وايد أجنبي؟ ولا هل عشان معنى جهاد معنى حساس في العالم؟ هو اسم جهاد اسم يعني مكافح يعني، جهاد مكافح مش إنه بس. في بداياتي يعني كانت أنا قبل ما أبدأ على اليوتيوب كنت أسافر هيك بعض الرحلات، اسم جهاد كان يخوف الناس. هل النقطة اللي كنت الأجانب مثلاً؟ يعني بالذات، وكل ما بدي أقابل حدا بدي أقعد أشرح إنه أنا اسمي هيك يعني، معناه سترايف، معناه مش المعنى اللي يعرفون المعنى الثاني. لأنه صارت أكثر مرة وسألوني يعني، أوه جهاد جهاد فايتينج يعني الحرب والقتال سو اخترت هيك، قعدت واخترت شو الاسم المناسب عالميا. عالميا، وحطيت هيك جو يعني، وما كنت اتوقع اني يعني راح يضل الاسم ثابت علي يعني. حتى اهلي صاروا ينادوني جو بالبيت. وعادي يعني اهلك ما بيقولون لك ليش انت حاط اسم غير مسلم ولا اجنبي ولا غير عربي؟ لا بالعكس، عادي صاروا ينادوني بالبيت. اوكي زين، لانه ممكن هذا الاسم النجاح كان يعني، هو الاسم اللي انعرفت فيه يعني. وهل جهاد غير عن جو؟ والله جو وجهاد نفس الاشي يعني، ما اعتقد في فرق كبير يعني في الشخصية يعني. لو اروح اليوم للماضي وادور صديقك اللي كان بس يعرف جهاد في الابتدائية ولا في الاعدادية، بيقول لي جو نفس جهاد ولا بيقول لي لا وايد غير؟ هو ممكن تغير الاسم، تغيرت الشخصية والمهام والمسؤولية كاملة يعني. تغيير الاسم كان مع بداية القناة، مع بداية المشوار يعني. فكان لازم أكون أكثر صرامة يعني، مع الوقت مع الأصدقاء مع كثير شغلات يعني، صرت أكثر صرامة يعني، وخسرت كثير شغلات يعني عشان أدخل المجال اللي أنا فيه يعني. مثل شو؟ خسرت وظيفتي، خسرت كثير أصحابي يعني، خسرت الوقت اللي بقضيه مع أهلي وأصحابي يعني كثير يعني، تركت كل إشي وطلعت يعني. ويستاهل؟ أكيد هسه بستاهل يعني، it's paid off يعني بالأخير يعني. هل زد paid off ولا تحس لين الحين باقي لك أكثر؟ بحس إنه لسه في كثير يعني، في كثير لقدام يعني. وش بس قل لي. لا بس إنه حسيت إنه هسه
خلص هسه أنا في طريق واضح، بس كل علي إني أضغط أكثر على نفسي يعني، عشان بس الطريق صار واضح. هذا اللي المهم اللي الصعب اللي كانت عندي، إنه الطريق ما كان واضح، هسه واضح، بس يعني I have to أضغط على نفسي أكثر يعني. يوم تقول الطريق صار واضح، شو يعني صار واضح؟ يعني ما كان واضح من البداية إن هذا شغفك وهذا شيء أنت تحب تسويه؟ كان مش واضح كثير، لأنه كنت أعمل شغلات كثير في المحتوى، وما كنت أعرف إني راح أكمل، هل راح أنجح ولا لا. كنت أعرف إنه اليوتيوب إنه الناس تطلع بعدين تنزل، يوم من الأيام راح ينزل، وأنا ما قدرت يعني أبني مثلاً، ممكن بنيت قاعدة جماهيرية، بس لمتى يعني؟ لمتى راح يضلوا معي، أو لمتى راح يشوفوني كل يوم، يتحملوني كل يوم؟ فهي هاي الصعوبة يعني، إنه تنجح أعتقد ممكن بسهولة تنجح، بس إنك تستمر هي أصعب يعني. الشيء اللي أنت قلته بعد أظن الناس نحن كبشر نعقد مرات المواضيع. يعني بيقول لك شو أفضل خمس قيم عشان تكون ناجح، ولا كيف أنت تقدر تدير ست أشياء في حياتك، ولا والناس يحبون هالمقالات اللي ولا الفيديوهات اللي يقول لك ثلاثة أشياء عشان تكون في زواج سعيد، ولا خمس أشياء عشان تكون كذا. بس مرات أحس لازم نبسط الموضوع. يعني أنت قلت أنس أول ما اتضحت الصورة بس ضغط على نفسي أن أكون مستمر، وهالشيء البسيط هو تقريبا كل شيء. يعني حد يقول أبا أعدل جسمي، ما تقدر تسير الجيم ثلاث مرات وتعدل جسمك، لازم تسير باستمرار، حتى يوم أنت تعبان، حتى يوم أنت متضايق، حتى لو أنت لازم تستمر. تمام. ونفس ما أنت تقول ما دام الطريق خلينا نقول عند جهاد 70% واضح، استمر عليه بيرجع المردود، بيرجع. هل هذا الكلام صح؟ صح زي ما بتحكي تماما. وممكن كمان انت تكون مثال يعني كيف انك مستمر، لانك عارف طريقك يعني. عارف وواضح طريقك يعني. في حد قال ان نعمة يوم الانسان يعرف طريقه في الدنيا. عشان في وايد ناس ضايعين. صح، في كثير ناس ضايعين، لازم تلاقي لك زي ما منتور او حدا يساعدك. يساعد. طفولتك كيف كانت؟ نرجع. متمرد كنت. لا والله. كثير متمرد. ليش؟ ما كنت راضي عن اي شيء في حياتي يعني. دائما بحب ان اكون افضل يعني، افضل اتعلم اكثر يعني. بس يعني اعتقد انه ضيعت كثير من وقتي في حياتي يعني، كثير كثير ضيعت. يمكن هذا اكثر شيء ندمان عليه يعني، واكثر شيء ضاغطني الان يعني. هسه عندي الوقت صار اهم شيء في الحياه يعني، اكثر شيء يعني بنضغط. حتى لما اكون مثلا رايح بطريق وانا بسوق وفي ازمه، بقدرش اتحمل، ما بقدر هيك خلاص نفسيا ما بقدر. الوقت صار جدا مهم، لانه من تجربة سابقة كنت أضيع وقت كثير. الوقت كان عندي خبرة، أو كنت أتفنن كيف أضيع وقت أيام الجامعة وقبل الجامعة. فأنا أعتقد أن بدأت حياتي لما صار عمري 26، وعرفت إنه I did nothing in my life يعني. ما أنجزت ولا إشي. I realized I had nothing like I'm 26 years old. حتى لما كنت 26 سنة ما كنت أعرف أحكي كلمة إنجليزي. فكانت أنا وين يعني في طريقي يعني، وين بدي أروح يعني، لمتى؟ عندي سؤالين. قلت شيء استوى إنه خلاك تحس إنك ياس تضيع وقتك، شو هالشيء؟ لما انفردت بنفسي يعني. يعني فترة الجامعة وفترة كله كنت مع أصدقاء وأطلع وأروح وأجي. أعتقد لما عزلت نفسي سنة كاملة يعني. سنة كاملة. وأنا بشتغل يعني، بس عزلت نفسي من بدون أصدقاء يعني سنة كاملة. ليش؟ بدون أهل هيك. وين عزلت نفسك؟ عزلت نفسي في شقة يعني. بس إنه يعني بدون ما أطلع مع أصدقاء، بدون ما أحكي مع حدا. كنت كل يوم يعني عندي دوام، كان من 9 للـ5. كل يوم لما أروح أقعد أدرس، أتعلم لمدة سنة كاملة يعني، كأتعلم مونتاج، أدرس لغة. حتى كنت بستنى هاي الخطوه يعني. انا كنت اتعلم كل يوم حتى اخذ خطوه جريئه في حياتي يعني. ما كنت عارف ايش هي الخطوه، بس كنت عارف اني راح اخذ خطوه جريئه هيك خلص يعني. كان عندي يعني هدف اني اغير تغيير كامل، بس مش عارف كيف اخذ الخطوه. بس اكتشفت انه ما راح اقدر اخذ خطوه بدون ما اتعلم. لازم احط
كل يوم 7 ساعات على الكتب واتعلم واتثقف اكثر واحضر يوتيوب اكثر وافهم انا ايش بدي اساوي. حتى يعني اخذت خطوه جريئه في حياتي يعني وتركت شغلي يعني. هذا بعد ما ثقفت نفسك. بس هل تحس انك تعزل نفسك لسنه كامله بدون تقريبا انت قلت بدون اهل يعني ابدا ما تشوف اهلك؟ لا اهلي مكان في مدينه ثانيه. اوكي. واصدقاء؟ ولا اصدقاء ابدا. ابدا. انت تحس هذا طبيعي؟ اعتقد انه مش طبيعي بس اي هاف تو يعني. خلص يعني انا وصلت لمرحله انه اكتفيت مرحله الاصحاب يعني. الاصدقاء اللي ما ضافوا لي شيء يعني بحياتي. اوكي. سنه كامله. احس وايد الانسان يقدر يتعرف على اشياء في هالسنه. انا ما اؤمن ان في طريق موحد صحيح ولا طريق موحد خاطئ. يعني شو قصدي؟ في قصه جو ولا جهاد هالسنه كانت جوهريه ويمكن حددت ال20 سنة الجايه بعدها. بس يمكن هالسنه لو واحد عزل ثاني عزل نفسه يصير مجنون ما اعرف. بس عندك انت يمكن فادك يمكن خلاك تنظم افكارك تعرف شو اساس تسوي في حياتك ولا تغير وجهتك صح؟ اتوقع هل انت ياس تقول لي صح؟ هل شيء صار معين حادثه انا ترى ما عندي اي فكره انه خلتك تعزل نفسك مره واحده يعني قلت خلاص بس خلاص؟ والله هي اكثر من شغله يعني صارت معي بس هي زي كميه كبيره تراكم من خيبات الامل صارت في حياتي خلتني اعمل هذا الحركه يعني. وما بحكي انه مثلا انا بال2016 و2015 لما عملت هذا الشيء ما بحكي انه انا تعلمت كثير. انا تعلمت خلال الرحله رحلتي مع اليوتيوب ورحلتي بالسفر يعني والتنقل هون تعلمت يعني. انا بعتقد نفسي اني تعلمت كل شيء اللي انا بسويه هسه وصرت يعني خبير فيه بال2019. قبل كل هذا كنت زي لسه مش واضحه الامور معي. انت وايد استعطيني اجوبه عامه. عطني قصص. شو الاشياء اللي تراكمت على بعض؟ انت لين الحين ما قلت لي بالضبط كيف كانت طفولتك، قلت لي كنت متمرد بس اعطيتني كلمه واحده. بس كيف كانت طفوله سعيده مضطربه حزينه؟ هاي مهمه بعرف. غير شيء علاقتك مع اهلك، يعني عطني شو اللي صار في حياه جهاد قبل كل هذا اللي الحين نشوفه اليوم؟ والله انا بدات يعني في حياتي في قريه صغيره يعني مدينة صغيرة جداً وما كنت منفتح يعني العالم ما بعرف يعني مش منفتح أبداً يعني ثقافتي ثقافة المدينة هي نفسها ولا كنت أعرف أي شيء بالخارج يعني. فأعتقد أنه أنا لما طلعت من المدينة هاي هون بدأت أنه أنا شو كنت بساوي أو هي أعتقد هي فترة أنه الواحد يطلع دائماً من الفقاعة أو من المدينة اللي هو فيها أو يسافر زي ما بتحكي أنت دائماً. السفر راح يفتح أبواب كثير لإلك ويخليك تفكر إنه أنا كنت أضيع وقتي. فهي هيك يعني تلاقي إنك أنت رحت لمكان جديد قعدت مع ناس جديدة قالوا لك أنت شو كنت تسوي هناك؟ أنت كنت تضيع وقت. فهي هذا اللي صار معي مرحلة مرحلة. مدينة صغيرة مدينة كبيرة بعدين طلعت على أمريكا قعدت فترة شوية 3 شهور ورجعت. هون بدأت إنه أنا مكاني مش هون، دي مكان أفضل يعني. أنا بقدر أنجز إشي أنا ما أنجزت إشي. ولما تقعد مع واحد يقول لك أنا سويت أثرت في هاد عملت هيك عندي هاي عندي أنا ما عندي إشي. ما عندي شيء حتى الشيء اللي درسته يعني ما كنت بدي أدرسه يعني ما كنت عارف إيش بدي أدرس. خلصت جامعة؟ خلصتها. شو درست؟ محاسب. إنجينير. مهندس. بس جي بس شهادة. هي خبرة الجامعة في الحياة يعني. خبرة هي يعني أيامها حلوة كانت الدراسة ما أعرف شو ضافت ولا ما ضافت أكيد ضافت شيء يعني ولكن مو مجال يهمني يعني مجالي. علاقتك مع أمك وأبوك؟ الحمد لله تمام. كانت زينة في الطفولة؟ أكيد ممتاز كثير يعني. مو بأكيد أكيد محظوظ اللي يقول أكيد. لا الحمد لله كان كل شيء تمام يعني الأهل كان
دائما داعمين لي يعني بكل شيء يعني. حلو. عارفين اني متمرد بس دائما دي بوشمي يعني. والمدرسة؟ في المدرسة كمان. فعلاقتك مع امك وابوك كانت جيدة. بس انت كونك الاخ الاكبر كنت لازم تتعلم كل شيء بصعوبة. لازم تتعلم بصعوبة. وقلت ان مرحلة تأسيسية في حياتك 2018 ولا 2019 صح؟ اي سنة كانت؟ 2019 بداية 2019. وكيف قدرت تفك هالعقد وكل هالاشياء؟ اعتقد من التجربة يعني جربت كثير محتوى وحبيت ستايل معين ومشيت عليه. بعدين كان في صديق لإلي كمان زي منتور لإلي ربنا هيك بعت لي 2019 وساعدني كثير كثير يعني من نصائح من يعني وضح لي طريقي يعني. اعتقد كنت محتاج هذا الحكي يعني. يعني لو تشوف 2018 2017 ما كان حدا يقول لي هذا الصح، لا امشي هذا الطريق اللي انت ماشي فيه، هذا راح توصل بالنهاية، هذا الطريق غلط تعملوش. فاعتقد منتور يعني يكون عندك منتور جدا جدا مهم مهما يعني مهما كان عمرك او مهما كان مستواك يعني في ال... صح. لازم تاخذ نصيحه حدا، حدا تستشير حدا يكون عنده خبره او شايفك بطريقه معينه يعني او بحبك يعني او شايفك بطريقه معينه قويه يعني، بس مش يكون من اهلك. يكون حدا خارجي. هو اختيار المنتور مو بسهل، عشان مثل الصديق اللي يحب ينصح بس نصايحه ما تطبق عليك ولا مش فاهم منك، وفي واحد سبحان الله كل نصيحه مطابقه للي انت تحتاجه، فاختيار وين تاخذ النصيحه ولا المنتورشيب وايد شيء مهم مو بسهل. انت قلت لي الله رسل لك واحد يعني. سبحان الله ربنا رسل لي واحد وقال لي كمل بهذا اللي بتسويه وانسى كل شيء خلفك يعني كل شيء خلص. انا كنت زي بعمل اكثر من شيء بنفس الوقت، وين هو قال لي ركز على هذا الشيء واستمر فيه دام انت هذا الشيء بتحبه، راح في يوم من الايام راح ينجح. شو شغف السفر اللي فيك؟ هل هو هروب من واقع؟ كان هروب الى الان شوي هروب يعني. كان هروب يعني من البدايه واضح كان هروب. هروب من كل شيء يعني. واعتقد شفت في شرق آسيا يعني إشي ما شفته يعني في الشرق الأوسط هون. شو شفت؟ أعتقد الآسيويين أكثر لطافة منا كثير. فارتحت هناك أكثر فضليت هناك. من ناحية صناعة المحتوى كنت خايف أصنع محتوى هون، كنت خايف أطلع بالكاميرا أصور. ليش؟ الناس بتطلع عليك، الناس they can judge you، هيك سكيري يعني تخوف. بدايات يعني اول مره يعني. فكنت اصور بالسياره هيك وانا او بالبيت، ما كنتش اطلع بالشارع يعني. لان اول ما تطلع الكاميرا الكل بتطلع عليك وبنظره مخيفه يعني. مخيفه لإلي يعني. فلما لقيت حالي هناك يعني في دول اسيويه وما بتطلع الكاميرا الكل عادي بالنسبه لهم، ما حدش بيهتم، ما حدش بيطلع عليك. فاعتقد كانت الدول الاسيويه جدا دافع لي انه خلاني امارس التصوير واطلع الكاميرا حتى قدرت اني اوصل لمرحله الثقه بالنفس يعني. انت الثقه بالنفس مشوار طويل كان يعني، احس شبابك ما كان عندك الثقه في نفسك. صح. وهل اليوم تحس عمرك واثق من نفسك؟ هسه اكثر بكثير من اول. كثير واثق من نفسي من اول يعني كثير. الحمد لله. مو بسهل هي مراحل بحس تبني مراحل كبيرة يعني. وبعد أنا نفس ما قلت لك يوم أقول واثق من نفسك يمكن لازم أقول بطريقة شاملة يعني في معظم الأشياء. نقدر أنا وأنت نقول والله في هالعشر أشياء إحنا مو بواثقين منها. تقول لي أغني الحين ما بعرف أغني ولا بيكون عندي ثقة أغني. أنا بحكي عن الثقة اللي الإشي اللي بسويه يعني. في المحتوى اللي بسويه عندي ثقة فيه كبيرة يعني. فأنت تقول السفر كان هروب في البداية لما أنت عيبك. وبعدين استوى شغف. صار شغف. شو الغاية من اللي تسويه؟ عشان انت شوي مهووس يعني. حتى يوم شفت على اليوتيوب جوازك مو بسهل بالنسبة للفيز.
صعب شوي. يعني لازم تقدم ثلاثة أيام قبل وما أدري شو معناته. صدق لازم تكون مهووس ولك شغف عالي إن تجد نفسك أنت في هالمجال، إنك تتعنى كل هالعناء بس عشان تسافر. عشان لو كان جوازك في كل الفيز بقول لك إياها سهل عليه. ولما يكون أصعب بكون أحلى. بس شو الغاية من السفارة؟ أعتقد هسه صارت الغاية صناعة الفيديوز. أوكي. تيلينج ستوري. ليش؟ بحب أروي قصص الناس حول العالم. ليش؟ قصص الثقافات. ليش؟ صارت متعة الشغفي أو متعة أو إشي بستمتع فيه أروي قصص الناس. ممكن أنا ما بعرف أحكي القصة، لو إنك تحكي لي أحكي القصة بدون فيديو صارت معك. ما بعرف أشرحها. أحس حالي ممل. زين. فبعمل فيديو. أرت. بعمل فيديو بروي القصة فيه. يعني لما كنت أسافر قبل ما أبدأ على اليوتيوب، كنت أسافر بعض المناطق وأرجع وبدي أحكي لحد القصة، كانش يسمعها. صار معي هيك. فأعتقد صناعة الفيديو كانت. حتى صناعة الفيديو عندي كمان بشكل مختلف، يعني مش بس بحط كثير مؤثرات حتى توصل القصة بشكل كثير عميق. يعني حلو. مؤثرات بالنسبة لي جدا مهمة. يعني والغاية انك انت تحب تروي قصص ناس حول العالم. ليش؟ شو ليش ما تسوي قصص ناس سخيفين ولا اكل؟ ليش مهم عندك انك تروي قصة ناس من حول العالم؟ شو ياس تحاول توصل؟ هو صناعة الفيديو مفهوم، بس شو ليش تقدم هالمحتوى للجمهور؟ ليش ما تقدم أي محتوى ثاني تحصل منه 10 أضعاف اللايكات وال... شوف أنا بحب كثير الأفلام الوثائقية، كثير بحضر أفلام وثائقية ومهووس فيها كثير. يعني بحب الأفلام الوثائقية كثير، يعني تلاقيني دائماً على اليوتيوب المحتوى اللي أنا بستهلكه وثائقي. عندي قنوات هيك أجنبية بحضرها أو عربية، حتى في بعض تي في يعني كقنوات، بس كلها ما بقدر أنا أدخل فيها، يعني بدي فريق كامل بدي، فبعمله لحالي أحيانا. زي ستايل فلوجينج، بس هي وثائقي بس بستايل فلوجينج بحاول أعمله. أنا بقول لك شو أنا أفكر لين الحين، هل الفكرة تقدر تتغير؟ جهاد وايد عانى في طفولته وفي شبابه وايد أكثر عن اللي بيّنت لي اليوم. هذا إذا بتشارك ولا ما بتشارك، في وايد مواقف تقدر تأثر على شخصيتك وأسلوب حياتك دمرت ولا صعبت شيء اسمه الثقة بالنفس. فلازم تبني حبة حبة، تعب خبرة. جهاد يوم طلع من المدينة الصغيرة عيونه انفتحت مثل ما انت ذكر. ما سأضيف شيء. ولكن يوم انت عيونك انفتحت وانت شفت اثر هالانفتاح على عقلك وخبرتك، قلت في عقلك الباطني والمجدام ان لازم اقدم نفس الشيء لكل شخص ما قادر يفتح عينه على العالم. فانا بصير بسافر باخذ القصص للولد اللي يالس في هالمدينة الصغيرة اللي مو بقادر، ما عنده الطيارة، ما عنده تذكرة، بس لو شاف الفيديو مالي أنا بضيف له. أنت حللت الموضوع. يستحاول أربط الأشياء. أحس this is your why. صراحة بحييك، يعني حللت الموضوع. This is this. يعني أنت فهمت بالضبط يعني كيف بدي أوصل الفكرة كنت. This really like. فأنت الشاب اليوم اللي غير مثقف ولا غير قادر للسفر ولا غير قادر ل حقيقي يشوف ابداع، انت تحاول توصل لشيء انت ما كان عندك لما كنت انا فيه. شيء انت قلت لي بعد برجع له، قلت لي حسيت ان الوقت صار عندي شيء وايد مهم. الوقت ان حتى لو انا في السياره وزحمه بتنرفز تلقائيا ولا بحس ان وايد ضيعت من حياتي ان لازم الحق على نفسي. ابغاك تشرح لي ليش، شو موضوع الوقت وليش أنا بدأت متأخر؟ يعني شو متأخر؟ عمرك الحين 30 صح؟ صح 39. أنا بعد بديت متأخر. بكمل. بدأت متأخر في
حلمي أو في شغفي يعني. يعني أنا بحس إنه كان ممكن أكون أفضل بكثير لو إني قبل كنت بدأت، مش ضروري باليوتيوب، بشغل مجالات كثيرة يعني. كتثقيف، ككتب، كقراءة كتب يعني، كتتعلم عن نفسك أكثر يعني. بحس إن أنا مش متعلم كثير عن نفسي لسه. كان ممكن لو بدأت بال21 أو ال20 مثلاً، وبدأت المسيرة من ال20 وصلت 30، ممكن أكون إنسان مختلف. بس أنا بحكي الحمد لله يعني إنه كل تجربة ربنا حطها لسبب معين يعني أكيد. بس بنفس الوقت بحس إني ضيعت كثير وقت من حياتي، كثير كثير. ما بتوقع يعني قديش ضيعت وقت من حياتي. شو قصدك؟ يعني تقول أنا أحسب على عمر، على زمن، شو يعني وايد كثير؟ آخر شيء نفس الزمن يعني أنا. يمر يوم كامل، يومين، أسبوع أحيانا، ولا تعمل إشي. بس قاعد هيك ما استفدت ولا إشي. إيش تعلمت خلال أسبوع مثلا؟ أنا وايد شباب للأسف. أنا هالشي ضايقني بعد جهاد. يعني مو بالكل، ولكن شرايح كبيرة من المجتمع العربي حياتهم بالانجليزي يقولون broken record، تنعاد كل يوم، بيصير الدوام، بيطلع قبل الدوام بعد قبل ما يخلص الوقت، بيجلس في كوفي شوب ولا شيشة 4 إلى 6 ساعات، ضحك، مسخرة، واتسابات، تكتيك، يرقد، عيد، play، rewind، play، rewind. أنا ما أقدر أجلس في شيشة ولا كوفي شوب أكثر عن ساعة يمكن، ما أقدر. أحس عمري أنا شو أسوي؟ شو ضفت اليوم في حياتك؟ وأنا ما أقول ما أحبك، أنا مو مثالي. متى جاك الفكر هالطين؟ متأخر. بس أنا ما كنت من النوع اللي أضيع وقت. ما بتحس إنه؟ بس أنا معك في شيء. أنا شيء يربطني بيني وبينك إن عندي هالإحساس إن بديت متأخر. وشيء بقول لك أنت قلت لو أنا كنت بديت في 21. ما بتكون بهالهوس اللي فيك اليوم، أنا أسميه جوع، أنت يوعان. هالشيء لو أنت بادي بدري بتكون يمكن على رواء، يلا اليوم نسوي فيديو، لا سويت خلاص بادي بدري. بس عشانك الحين حاس متأخر، عندك اندفاع مو طبيعي للإتقان، لأنك تتميز، لأنك تقدم محتوى أحلى عن كل حد. هالدافع وهالإحساس بأن أنا ضيعت وايد من حياتي ما بيكون عندك لو بادي قبل. أنا بحب الاندفاع اللي موجود فيني. أنا نفس الشيء. الجوع يعني تحكي تسميه الجوع. بحس إنه it's very يعني دائما متوتر، بدي أصنع فيديو، بدي أصور. حتى لما أقعد مع ناس هون ما بحب أطول كثير. في فيديو مصور ما يعني دائما يا editing يا فيديو. This is my life يعني دائما هيك. أنا عندي سؤال. أنا تعرفت على وايد أصلاً الشركة هاي، نتعامل وايد مع مؤثرين ومشاهير. وتعرفت على فلوجرز وغير الفلوجرز. شيء تعلمته من واقع انه معظمهم خلف الكواليس مو مثل اللي تشوفهم على الشاشه. هل انت تقدر تقول ان الجهاد اللي على الشاشه نفس اللي خلف الشاشه؟ والله انت كيف شايف؟ ما اعرف، انا اليوم اول مره اشوفه. ما شفت الفيديوهات؟ طيب شفت شو، بس فيديوهات شاشه. ونحن الحين على شاشة. أنا أقول يوم كل هالشاشات تروح، يوم أنت بروحك مع أصدقائك، يوم أنت مع أهلك، يوم أنت ما أدري تتعامل مع أي حد. هو أعتقد أنه أنا نفس الإشي على الشاشة، بس أي فلتر كثير شغل يعني. بالمونتاج أنت بتعدل كل إشي، بتطلع المواقف السيئة والشغلات اللي أنت بتكون مثلا، بقول لك أنا أحيانا بعصب يعني، بس هاي أكيد ما راح أحطها بالفيديو يعني. يعني شغلات كثير بتسوى. بعدين أنا آخر سنة باليوتيوب غيرت كثير من الستايل تبعي، طلعت شخصيتي من الفيديو. بطلت اني انا الانسان، انا التركيز. صار التركيز على الناس. اوكي. يعني انا في فترة من الفترات حسيت الناس ما بيستحقوا وقتي، او وقتهم ما بيستحق انه يحضروني مثلا او شيء زي هيك. فحتى خففت المدة الفيديو هاي، وخلت التركيز مش علي. غريبة. لأنه حاولت أنه أوصل أنه مش أنا التركيز كامل، وقتك مهم جدا يعني. المشاهد، صرت أحكي أنه المشاهد وقته جدا مهم. زمان كنت أحط لقطات هيك ما لها معنى، مش مهمة. هسه صرت أركز. وأعتقد هاي واحدة من الشغلات اللي بدأتها بال 2019 لما صار التغيير. طلعت أنا شخصيتي من الكاميرا.
كامله من الفيديو يعني. بس الناس اللي بتابعني من اول بيعرفوني، بيعرف شخصيتي يعني اوريدي. بس الجداد اللي بيدخل على القناه جديد فكرني مقدم برنامج، فكر عندي كرو هيك بيدخل. مره سمعت تعليق بيقول والله الفيديو كثير حلو بس ما حبيت المقدم. والله يعني جديد على القناه ما بعرف. انا حبيت الستايل هذا والناس حبوه اكثر. انه وقت المشاهد جدا مهم، فبحاول اقص كل شيء يعني. حتى انا بالمونتاج اي شيء بحس مش مهم بقصه، مع انه احيانا بصور 3-4 ايام 8 دقائق. فقد ما انت تحافظ على وقتك يا تحاول تحافظ على وقت المشاهد. بس فانت قلت انت عصبي ولازم تشيل هالاشياء من الفيديوهات. العصبيه هي من وين؟ من الطفوله؟ لا العصبيه اعتقد مش من الطفوله يعني، ما تراكم، اعتقد تراكم صار من يعني. مثلا شو اللي يخليك تعصب؟ ضياع الوقت. ضياع الوقت اكثر شيء. راحت علي طياره. شو يستوي لك؟ بزعل كثير. تزعل تضرب تسب شو؟ بس احيانا برضى بالواقع يعني، بحكي الحمد لله يعني قدر نصيب. لانه اكتشفت بعدين بعد فتره انه كل شيء بيصير لسبب. وهي ما كان عندي قناعه فيها، بس الحمد لله صار عندي قناعه عن جد يعني. بالذات بالسفر يعني، راح الطيارة بيطلع لي فكرة فيديو فبصورها. صح يعني، هاي اجتني قناعة مع التجربة. مع التجربة بالذات بالسفر، لأنه زمان كنت إذا كل إشي، إذا الجدول ما مشي زي ما هو أنا بتلاقيني بزعل، بتضايق، بنخنق، بعصب. هسا إذا خرب الجدول عادي. بكون في طالع إشي جديد يعني، بكون في ربنا هي يعني ما أخذني لشغلة معينة يعني. صارت معي قبل هيك اتوقع لاست مينيت يعني، فيديو احيانا راحت علي الطياره، رحت صورت فيديو، هذا الفيديو جاب لي دعم عن كل الفيديوهات اللي صورتها في الدوله هاي مثلا. شوف سبحان الله. شو نقاط ضعفك كشخصيه؟ يمكن هاي يعني العصبيه. هي مش عصبيه، انا بقدر امسك اعصابي يعني، مش دائما معصب يعني. بس عدم تحمل الوقت يعني، انه الوقت متاخر. او تحس شيء سلبي ولا ايجابي؟ ايجابي اعتقد. اعتقد ايجابي لانه انا بدفع اللي معي يعني. اذا كنت قاعد معي وتطلع انا وياك بدفعك انك تستغل وقتك اكثر يعني. يتضايقون منك؟ في ناس بتضايق، بس في ناس بتحب هذا الحكي. الناس اللي سافروا معي بدهم يسافروا مره ثانيه. لانه كل السفر عندي كله شغل يعني. شغل، ما فيش اي وقت للراحه. حتى بالمالديف يعني. زين. اتذكر واحد من اصحابي زي هيك، يا اخي انت في اجمل جزيره في العالم يا مالديف، انسى، اترك الكاميرا بس ركز شوي. ما قدرت الشيء. فانت مهووس بصناعه محتوى وعادي مرتاح من هالشيء؟ اكيد. وتحس يجيب لك سعاده؟ انت سعيد يعني من هالناحيه؟ هل سعيد في هالناحيه؟ مو بسعيد في شو؟ مش سعيد لانه بدي بطمح باكثر يعني. مثل بصناعة الفيديوز يعني. يعني بطمح انه احنا نكون مثلا انه صوتنا يوصل للعالم يعني. انه احنا دائما لما كنت اسافر زمان، لما احكي لهم انا عندي يوتيوب شانل اللي عربي لو كواليتي، بيعرفش يصور، they don't believe in us يعني. بحس هيك يعني. ما راح يطلع واحد عربي good quality and crazy editing. شو انت بتضحك الحين؟ المقابلة الحين نقدر نقول 50% من الكلام عن صناعة محتوى فيديوهات، يبين ان انت صدق مهووس بصناعة المحتوى. صح. زين، في اقسام الحياة الثانية، هل انت تحس عندك نقص في علاقتك مع اهلك، مع اصدقاء، حب، زواج، ما في زواج؟ هل الاقسام اللي معتاد عليها في حياة اي انسان، رياضة، هوايات، هل تحس الوظيفة اللي عندك والمهنة غطت على كل شيء؟ كل شيء. فتحس ما في مكان حق اهل، ما في مكان حق اصدقاء، ما في مكان حق هوايات، ما في مكان حق حب. كان اول، بس هسه عرفت اعمل، تعلمت كيف اعمل موازنه. شو الموازنه؟ انا هالكلمه ترى اتحسس منها عشان وايد ناس يجوني يقولون يا اخي لازم حياتك تكون متوازنه. هي بس شو متوازنه بالنسبه لك؟ مو معناته مطابق لي انا ولا مناسب لي انا. يمكن انا مثلا، انا كأنس مهووس في الشغل، تمام، حد يجيني على اخر يوم يقول لي انس انت طول اليوم تشتغل، اقول هي بس احب اللي اسويه.
انت يمكن ما تحب عشان انت في وظيفه ممله، انت ما بتشتغل يعني انت انا ما اشتغل. فشو الموازنه بالنسبه للجهاد، ان الجهاد يرتقي ويستوي افضل، شو تحتاج في حياتك؟ شو ناقص؟ تحتاج ثقه انه انت الشيء اللي بتعمله الشيء اللي بتعمله هذا صح. اذا ما كان عندك ثقه بتضيع. انه مثلا اللي اعطاني الثقه محتواي الفتره الاخيره، يعني اخر سنه الجمهور اللي بتابعني هو اللي اعطاني الثقه هذا. خلص انا اول ما كان عندي ثقه، انا اذا غبت شهر عن اليوتيوب كنت خاف قناتي راح تموت، وانا يعني دخلي كله معتمد على اليوتيوب شانل هذا. فما كان عندي ثقه، كنت اخاف دائما متوتر. فصار عندي الثقه، بنولي الثقه هاي، اعطيك الجمهور اللي بتابعني بنولي هاي الثقه انه انا لو غبت شهر ورجعت they will support me يعني. وبنولي الثقه انه انا كل فيديو راح انزله عارفين انه انا حاط كل طاقتي وجهدي على الاربع خمس ايام اللي انا بقعد امنتج فيها، والخمس ايام اللي بصور فيها ما راح تروح هيك هدر يعني. هاي الثقه بنفس. فانا صار عندي وقت، صرت ارتاح، صار عندي وقت خلص يعني هذا الاسبوع ما بدي انزل، عندي مقابل معك، عندي كمان شغله، هذا الاسبوع ما راح انزل مش مشكله. اول ما كان عندي الثقه هاي كنت اخاف، فما كنت اعرف اوازن، ما كنت اروح، ما كنت اسوي يعني، ما كنت اروح حتى التقي مع اهلي او التقي مع حدا يعني. هسه انا عندي ثقه اني ممكن هسه ادخل اتزوج يعني، اول ما كان عندي ثقه خفت اني اتزوج راح يروح كل شغلي. انت زوجوك هالصديقه اللي معاك زوجوني في الكومنتس اي ما شاء الله، شوف شكلها وايد حبوبه ومتواضعه ويعني شخصيه حلوه يعني من اللي شفته يعني. وحلو الواحد يكون عنده اصحاب في السفر على نفس المنهج على نفس الفكر، وايد ضروري. هي كان لها دور كبير يعني في بدايه في بنايه القناه يعني في البدايه. اوكي فما بتتزوجها، بتتزوج حد ثاني الحين مش عارف لسه. شفت انا وايد انا ما مهم عندي ادخل في هالمواضيع يعني، بس تحس ان الزواج بيضيف لجهاد في حياته؟ اكيد راح في كثير اشياء ناقصه عندي، اعتقد بحتاج حدا يكملها. انا دائما اقول الانسان مو بناقص، اقول الانسان كامل. الله خلقنا كاملين وما نحتاج حد يكملنا، ولكن نحتاج حد يضيف لنا. يضيف ممكن كلمه يضيف افضل، يمكن هالانسان ان شاء الله افضل. يمكن مهووس مثلك وتحب، لا ضروري تكون اصلا مهووس ضروري وتحب السفر بعد. هاي الصعوبه. لو بنحط عنوان حق هالمرحلة في حياتك، شو العنوان؟ مكافحة؟ مكافحة إيه؟ عادي جهاد؟ جهاد جهاد. أوكي. وأفضل لحظة في حياتك للحين؟ لما حسيت إنه المحتوى أخيراً أنا يعني صار يطلع لي دخل وهذا صار شغلي يعني، ليش اللي انا بحبه يعني. لما خلص طمنت زي صار عندك هيك اطمئنانيه انه ما راح يروح هذا الشيء يعني. نعمه انك تدخل يجيلك دخل من شيء انت تحب تسويه. اسوأ لحظه، اسوأ 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 يعني القاع في عالم اليوتيوب ولا في عالم في الحياه؟ انا ما يهمني اليوتيوب ترى، ما يهمني شو وظيفتك، يهمني جهاد. هي في لحظات سيئة كثير، بس ما في يعني أسوأ إشي. أنا أعتقد ممكن أسوأ إشي إنه واحد يفقد حدا كثير مقرب له يعني، كصديق، كواحد من الأهل يعني. ممكن أقول يعني أسوأ لحظات يعني لما فقدت ناس كنت أحبهم يعني. يعني شباب صغار في العمر؟ أصدقاء يعني. خسرت حد. ناس مقربين، ناس بتحبهم أو بحبوك يعني. وهذا الشيء يأثر عليك. على لو أقول لك شو أكثر شيء يخوف في الحياة؟ اني افقد حدا. حد عزيز. كثير بخاف من المرحله هاي. هل انت سهل تكون قريب من انسان ثاني ولا صعب عليك تكون مقرب؟ تخاف تخاف تكون صعب اكون مقرب من حدا، بس لما اكون مقرب كثير باخذ، كثير بصير مقرب يعني. ما فيش بتكون وسط. حساس وبتتاثر لو شيء استوى فيهم. اكيد بحس ما في حل وسط، يا يعني انه نكون مقربين كثير يا يعني انه ما نكون أصدقاء.
ندمان على شيء؟ على الوقت اللي ضيعته. ليه حين ندمان عليه؟ لا مش ندمان والله، بالعكس يعني. هذا تجربة. بترولك الحين. هذا الإشي اللي دافعني. أوكي. ما في شيء يعني كان واضح ندمان عليه. كل إشي أنت ندمان عليه أكيد كان دافع لي خلاني وصلني المرحلة هاي يعني. فما أعتقد لازم أندم عليه، صح ولا لا؟ إيه الندم في منظوري هو أن يعيش المرء في الماضي. يا سلام. يعني خلاص لازم تطلع لقدام. move on. move on. شو اللي بعد؟ نتعلم. نتعلم أنا وأنت، نقول مثلا قصرنا هني، قصرنا هني، غلطنا هني، قلينا أدبنا هني، كنا نقدر نطور من المنتج نتعلم. بس خلاص تتعلم وتكمل، لا تم وتقول والله تعلمت، اسكت كمل. move on. معك حق في هالنقطة. تخيل هاي أول مرة نجلس مع بعض، أول مرة نشوف بعض. زين. لازم مرة جاي نقابلك أنت. لا كل حد يبغى الحين. خلص. جو في كلمة. جهاد. لعيب. عشان السؤال اللي بعده كان بيكون جهاد في كلمة. جهاد السؤال اللي بعده جهاد في كلمة. مثابرة. ممكن تحكي. لا أنا حسيتك لعبت علي لعبة يوم قلت لك جو في كلمة، أنت قلت جهاد يعني اسمك الثاني، يعني ازدوجت الاثنين. بس أنت ما سويتها جهاد يعني، إذا تأخذها كجهاد. كم جهاد ممكن والجهاد تحكي. إصرار ممكن. إصرار كول. شكرا لك. Thank you.